وهذه هي النهايه ديال الفيديو الدراري. كنتمنى يكون هاي الفيديو عجبكم واستمتعتوا بزاف الدراري في هذه الحلقه. المهم عندي لكم صافي مسابقه اللي نو ديما يو تحي هاف معايا انت داخل بيوتيفول فيديو نشاط من الفوق مسابقه ومن الفوق 40 دولار. المهم تشيكو الدراري هاني والله تستاهلوا سبيكو كل الخير. فرونس وهم الدراري الشروط اللي هما وي ساهلين بزاف بزاف اوه الناس اللي ربحوا راه دوزوا في الانستغرام، وهادو اللي غيربحوا في هذا الفيديو حتى هما غادي ندوزهم في الانستغرام الدراري بطبيعه الحال. الانستغرام غادي تلقاوه في اول تعليقات الدراري. المهم الشروط هو انك تكون اشتركتي في القناه وفعلت الجرس وغادي تشتريني لي الشاشه وغادي تلقاني في انستغرام. انا غادي نخسر خمسه وكل واحد فيهم 40 دولار 40 دولار الواحد وغادي ندوزهم في انستغرام الدراري. وهكذا كنوصلوا لنهايه ديال الفيديو الدراري. بريزونتي توا عاود ثاني باش تستمتعوا وتضحكوا النشاط وعاود ثاني مسابقه واحده اخرى. ومن الدراري كنتمنى الفيديو عجبكم بزاف ما تنساوش الدراري اللايك تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس بارطاج هلو بزاف بزاف تهلاو. اللي تيكونوا بزاز لهم صغار هذا واصل الله دوي مع دوي القحب تخلي علينا بعدا بصح خرجوا لينا في بصح راه فيه 8 حوايج جنيا تخلع نادي من هنا من الانترنت مع الوالدين امك ضراوي عزوه كي لوح الزبل لدارو. وفين الضراوي؟ ما عرف اش راه عنصري كون عرف كون كان يا هذاك اللي مارك على الجزائر قصاهم وي الحوي ديال الجزائريين حداري او با 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 لاني دار ما كرهوش الجزائريين قتلوها القلم ياه غليل عندهم دادر اوبتيتي ياه سعداتك وفين اخي الياس كتعرفني كنعرفك قول اقسم بالله على العظيم والله حتى كنعرفك اش كتعرف عليا بلا كذوب ولا خاصة شي الهضره غدا امام الله تحاسب حشومة عليك انا ما كنخصش الهضره وحده هي الوالده الله يخليها لك اخويا والله يزيد في راحتها امين اخويا حنا كندوي دابا رجال الرجال كي غادي مع الوقت والله الا الحمد لله ديما الحمد لله كتقرا كنقرا في لافاك عندك بيكالا عندي موتور ايه كنت تقرا في لافاك عندك حلم عندك احلام عندي احلام صاحبي ندير باغي نولي شي حاجه مزيان واحد دقيقه نسيت واحد اللعيبه راه ديما كنساها خاصني هادي نجيبها هنا ولا خاصني حقه هادي ديما كنساها خويا صافي سير كمل ولا عرفتي اش دير غنرجعو البلاصه باقي